أهلا بكم. ما تأثير الصراع المستمر على المغانم السياسية والمال العام في العراق على واقع المواطن العراقي المتأزم؟ وكيف سيؤول الصراع داخل حلبة انتخابات مجالس المحافظات في ضوء التسابق على النفوذ ونهب المال العام بحسب وصف مواطنين عراقيين وصحفيين وناشطين؟ فقد كشفت تقارير صحفية عن مخاوف من حدوث عمليات اغتيالات لمرشحين محتملين بانتخابات مجالس المحافظات، حيث أعلنت مرشحة عن مجلس محافظة ديالى انسحابها من خوض الانتخابات بسبب تهديدات بتصفية ابنها في حال استمرارها بالترشح. وهذا يذكر بمسلسل يتكرر كل انتخابات على غرار ما حصل عام 2014 الذي شهد اغتيال نحو 15 مرشحا في انتخابات مجالس المحافظات. ولكن ماذا قدم نظام المحاصصة الطائفي للعراق وللعراقيين حين تصرف أموال طائلة على الترويج لهذه الانتخابات، حيث يروج الفاسدون لأنفسهم من المال العام دون وازع من ضمير؟ ونصف العراقيين بحسب وزارة التخطيط في العراق هم تحت خط الفقر. سيكون معي في هذه الحلقة ضيوفي عبر سكايب الأستاذ يحيى السنبل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. أستاذ يحيى، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك ومشاهدي قناة الرافدين. والأستاذ عبد الله سلمان، الكاتب والباحث السياسي، مرحبا بك أستاذ عبد الله. أهلا بك وبضيفك الكريم، ودعني أستغل أرسالية إلى أهلنا، أهل العزة، أهل غزة، أهل الكرامة، أهل الصمود، فألف ألف تحية لهم. نعم، إذن مشاهدينا الكرام نتابع بداية هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. انتخابات مجالس المحافظات تعود مرة أخرى لتفتح بابا آخر من أبواب الفساد، يسبقه باب الاغتيالات بسبب السباق المحموم للسيطرة على المناصب والمكاسب. فقد كشفت تقارير صحفية عن مخاوف من حدوث عمليات اغتيال لمرشحين محتملين بانتخابات مجالس المحافظات، مشيرة إلى أن انتخابات عام 2014 شهدت اغتيال ما لا يقل عن 15 مرشحاً، كما أعلنت مرشحة عن مجلس محافظة ديالى انسحابها من خوض الانتخابات بسبب تهديدات بتصفية ابنها في حال استمرارها بالترشح. يتنافس نحو 70 حزباً وتحالفاً سياسياً وأكثر من 6000 مرشح على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في العراق خلال شهر كانون الأول القادم، والتي سيتمخض عنها تشكيل الحكومات المحلية، وذلك بعد قرابة 13 عاماً من أول انتخابات محلية أجريت في البلاد ليتم حلها نتيجة فشل تلك المجالس في توفير وتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية للمواطن العراقي وتردي البنى التحتية في كافة المحافظات، فضلاً عن تورطها في العديد من أوجه الفساد المالي والإداري. فيما أكد نواب أن القوى السياسية والميليشيات الموالية لإيران تريد الهيمنة على مجالس المحافظات، لذلك تدفع باتجاه الاغتيالات السياسية. أصحاب القرار من الكتل السياسية المتنفذة يمارسون عمليات خداع المواطنين واستغلال أوضاعهم الإنسانية من أجل كسب الأصوات الانتخابية للاستحواذ على السلطة بأي طريقة، بحسب مقام قضاء معقوبة عبد الله الحيالي، بينما أقر النائب محمد الخفاجي باستغلال المحافظين لملف التعيينات ومشاريع توزيع الأراضي لأغراض الترويج الانتخابي، فضلاً عن استغلال المناصب الحكومية والنفوذ وموارد الدولة في الدعاية الانتخابية. الانتخابات في العراق بشكل عام تصرف لأجلها الأموال الطائلة، ويروج الفاسدون لأنفسهم دون خجل من تاريخهم الحافل بالفشل، ويحتد الصراع والاغتيالات. فإذا انتهى عرض المسرحية، اجتمعت الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران لتقرر من الفائز في الانتخابات.
أبدأ معك أستاذ يحيى السنبل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. أستاذ يحيى، في جميع دول العالم أو معظم دول العالم المتقدم نرى أن الانتخابات هي الوسيلة والأداة لكي يتسابق بها المترشحون لخدمة الشعوب، لخدمة شعوبهم. يعني هؤلاء عندما يفوزون يكون جل اهتمامهم وأسمى غايات طموحهم هي خدمة المواطن، وبكل تفاني وبكل إخلاص. لماذا في العراق الحالة معكوسة؟ لماذا في العراق الانتخابات هي من أجل نهب المال العام؟ والدليل أن على مدى 20 عام ماذا جنى العراقيون من هذه الانتخابات؟ نعم أخي الكريم، أنت تتحدث عن دول العالم وفي ظل أنظمة تعمل لبناء دولها وفق أسس حقيقية ومواصفات تتمتع بها كثير من دول العالم، خصوصا بشأن الانتخابات. ولكن في العراق في ظل الاحتلال المركب الأمريكي الإيراني، فقد وجدت هذه الانتخابات على صيغة وفصلها المحتل على مقاسات لاستمرار عملية التدمير والتخريب. لذلك عندما تنظر إلى دول العالم، ما يسمى مجالس المحافظات أو يسمى في دول العالم بأغلبها مجالس الشعب، هذه المجالس بالنسبة للمحافظات تتكون من رؤساء دوائر المحافظات، وهذه ترفع إلى ما يسمى مجلس النواب طلباته، في سبيل ما تكون هناك حلقة زائدة من أشخاص آخرين كل 4 سنوات أو 3 سنوات يخرجون إلى التقاعد بامتيازات وكذا. بالإضافة إلى أنه ما يسمى مجالس محافظات العراق هي حلقة فساد كبيرة، حلقة فساد كبيرة من أجل تدمير المال العام ومن أجل السيطرة على موارد الدولة. فهؤلاء لهم امتيازات أولا كبيرة، ثانيا يقوم بالإشراف على مؤسسات ويقوم بابتزازها أو ابتزاز المدير العام على هذه المؤسسة، أنت لن تكون إلا تدفع كذا وكذا ودون حساب أو رقيب. وهذه الشغلة يعني أصبحت طوال 20 عام والعراق ينتكس من سيء إلى أسوأ. من تتحدث عنهم في دول العالم لهم برامج وطنية لبناء مدنهم، لبناء محافظاتهم، لوضع أسس حتى يقرأها المواطن ويرى من هو الصالح لتنفيذ ما يلامس مشاعره وما يلامس طموحاته وما يواكب بناء هذه المحافظة أو المدينة. في العراق أحزاب دكاكين، مجموعة جواسيس عملوا للاحتلال وأراد أن يتفضل عليهم، ففصل لهم قوانين على مقاساتهم. الكثير من دول العالم حتى أعضاء مجلس النواب ليس لهم رواتب أو امتيازات، هو جاء ليخدم الشعب لأنه نابع من الشعب ويريد أن يخدم. أما في العراق فهؤلاء هم مجموعة لصوص، ويجب وعندما يعمل لابتزاز المواطنين مقابل كما أشار التقرير، هذا يعطي قطعة أرض وهذا يوعد الناس بالتعيين وهذا يوعد الناس كذا في سبيل أن يصل، وعندما يصل يأخذ كل ما يشرف عليه من إحدى المؤسسات. لنفرض أن هناك شخص فاز في مجالس المحافظات ويشرف على مديرية صحة المحافظة، هذا يتحكم حتى بالشركات التي تنفذ عمليات بناء للمستشفيات أو المستوصفات، ويبدأ يأخذ نسبة من عندهم ويضايقهم ويغير الشركات، وهو أيضا يمكن أن يكون المشرف على وزارة على مديرية الصحة ليس من اختصاصه مطلقا، وإنما هو ميليشياوي أو حزبي لا يملك حتى مؤهل الدراسة المتوسطة وقد زور شهادة سواء في لبنان أو في بغداد أو في أي مكان أو قدمها. لذلك أنت تشوف حتى من يقرأ بيان ما يعرف حتى يتكلم، حتى ما يعرف يعجب اللغة العربية، كاتب له ورقة وما يعرف يقرأ بها. فهؤلاء كلهم فاشلين، وهذا هو عملية الفشل، هذه عملية مدروسة من قبل الاحتلال سواء الأمريكي أو الإيراني. لذلك هؤلاء
يقومون بالسيطرة وهم حلقة فاسدة، وقد خرج الشعب في تظاهرات تشرين 2019 وطالب بإلغاء هذه المجالس العقيمة، هذه المجالس مجالس اللصوص التي تتولى عملية السيطرة على مال المحافظة، ما يصرف لهذه المحافظة، وهناك مجلس النواب وهو الناهبين الكبار الذين ينهبون الخزينة قبل أن تصل إلى هذه المحافظات، ويتولون هؤلاء بدورهم أيضا عملية الاستحواذ على المال العام وإعطاء أحزابهم وإعطاء النواب الذين يشرفون عليهم. نعم. فهذه هي حقيقة مجالس المحافظات في العراق، هي مجالس لصوصية، مجالس للفساد، مجالس للسرقة، مجالس للتخريب ولتهديم المحافظات وليس لبناء. طبعا لو سمحت أستاذ يحيى السنبل سأعود إليكم مرة أخرى. أستاذ عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي، مرحبا بكم مرة أخرى. هناك مخاوف من حدوث اغتيالات تطال مرشحين في مجالس المحافظات المرتقبة في انتخابات مجالس المحافظات، على غرار ما حصل عام 2014 حيث تم اغتيال نحو 15 مرشحا. كل هذه الأمور يعني تدور في فلك المال العام، المال السياسي. هناك نواب يتحدثون باعترافات واضحة يقولون إن المال العام أو المال السياسي يوظف في سبيل الحصول على هذه المناصب، سواء كان بمنح أراضي سكنية، ولا نعرف من أين جاءوا بهذا الحق بمنح هذه الأراضي السكنية، أو سواء بالوعود، أو سواء بالكثير من الأمور. العراقيون يتساءلون الآن، يقولون مباني السندويش بانل والحرائق التي حصلت والحرائق التي طالت حتى المزارع والحقول، عمليات السرقات الكبيرة، الصفقات التي تسمى بصفقات القرن نظرا لهولها ونظرا لعظمها، نظرا لحجم المبالغ الطائلة التي تسرق من أموال العراقيين، لا زال السياسيون الآن يوظفون المال العام والمال السياسي من أجل الحفاظ على هذه المناصب واستمرار دوامة الفساد. يا ترى إلى أي مدى ترى أن هذه الانتخابات تعتبر بابا عظيمة من أبواب الفساد في ظل نظام المحاصصة؟ الانتخابات المحلية تعتبر في ضمن مفهوم الانتخابات وانتخابات جزئية، والانتخابات العامة هي الانتخابات الأساسية التي هي جزء من الديمقراطية. هنا نعود إلى عملية الديمقراطية، هل الأرضية في العراق يعني متوفرة فيها إمكانيات قيام الديمقراطية؟ هذا غير موجود، بسبب أن مقومات الديمقراطية لا تنطبق على الوضع السياسي في العراق. العراق بلد محتل من إيران وأمريكا، يعني هو فاقد السيادة بشكل مطلق، وبالتالي احنا نفتقر إلى مفهوم الدولة، نحن نعيش مرحلة اللا دولة. فالانتقال إلى مرحلة الدولة هذا هو الأساس الذي يبني الديمقراطية. مرحلة بناء الانتقال من اللا دولة إلى الدولة هي مرحلة نفاذ القانون، ونفاذ القانون يحتاج إلى دولة يعني مركزية حقيقية تبسط سيادتها على جميع الأراضي وتتعامل أراضيها وتتعامل مع الناس جميعا بمستوى واحد وبدون امتيازات وبدون تخويف وبدون تهديد وبدون ميليشيات. كل هذه هي أسس الديمقراطية، بدون ذلك احنا يعني لا نستطيع ان نقول ان ما يجري في العراق انتخابات وديمقراطيه. هذه كلها حقيقه تشويه لمفهوم الديمقراطيه ومفهوم الانتخابات، تشويه مثل ما تفضل الاستاذ يحيى سنبل، هو فعلا تشويه متعمد لكل شيء سليم في الواقع الحياه السياسيه. فالعراق لم يدخل الان مرحله الانتقال الى الديمقراطيه. من 58 إلى اليوم وصل في عدة مراحل معينة، وصل إلى مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية، لكنه لم ينتقل لها في ظروف بعيدين عن مناقشتها الآن. لكن الآن ما يجري هو ليس له علاقة لا بالديمقراطية ولا بالانتخابات، مجرد توزيع
توزيع مغانم وتوزيع ثروات البلاد بين الكتل السياسية الفاسدة التي تحكم البلد بدون بمجالس محافظات، بدون مجالس محافظات البلد مسروق مسروق. هذه هي الإشكالية الكبرى التي أما التهديد والقتل فهذا ليس المقصود منه هو إبعاد هذا من أجل يعني من أجل المال أو غيره، لا، هذا القتل هو قتل سياسي متعمد لتخويف الناس بشكل عام، أنه لا أحد يسمح له بمعارضة النهج الذي تتخذه هذه الأحزاب المهيمنة على القرار السياسي في العراق التابعة إلى إيران وتابعة إلى أمريكا. هذه الإشكالية في القتل وفي التهديد وفي السرقة، وهم برنامجهم سرقة المال العام بشكل عام. هذا هو المقصود من هذه الانتخابات وغيرها. وإن يعني احنا نجي بلد في 18 محافظة ثلاثة تمرد وقال احنا ما نقبل الانتخابات، يعني انت كيف تسميها ديمقراطية؟ القانون يمشي يعني يسير على الجميع، على الجميع يجب ان تلتزم بالقانون. انتخابات يعني انتخابات لكل المحافظات. هل يسمح اليوم للبصرة او للرمادي ان تمتنع عن الانتخاب؟ غير مسموح لها، لانه يعني موجود عليها القوة والسلاح. اما المحافظات الاخرى هي تمتلك السلاح وتمتلك ميليشيا خاصة بها، لا تستطيع السلطة فرض مركزيتها. من هنا نقول انه لا توجد ديمقراطية، لان لا توجد سلطة تبسط قوانينها على الجميع. فلذلك انه مسألة الانتخابات مسألة مهزلة وتشكيل يعني هزيل. طيب. قصده هو فقط سرقة المال العام والناس تركض، وكل العراقيين عندهم اليوم ملاحظة مهمة جدا على من يرشح إلى انتخابات المحليات، ومن فاز وإن لم يفز هو يلهث وراء المال العام، هو يلهث إلى السرقة، يعتبروه سارقا. من كان ومن ادعى وماذا قال وماذا ادعى وماذا يقول، وإنه يدعون أنه مجالس انتخابات مجالس المحلية مجالس خدمية وإنه ليس لنا علاقة بالسياسة، هذه كلها لا تنطلي على الشعب العراقي. كل من يرشح لهذه الانتخابات هو يسعى إلى المال العام، وعينه على السرقة، وعينه على حقوق الشعب العراقي. نعم، أبقى معي لو سمحت أستاذ عبد الله. أستاذ يحيى، بالعودة إليكم مرة أخرى، ما هي مكاسب إيران من الانتخابات و بقاء نظام المحاصصة الطائفي في بلد يعد من البلدان الأغنى بالثروات النفطية والأغنى بالثروات المعدنية والأغنى كموقع استراتيجي؟ وبالتأكيد هناك مكاسب لإيران من خلال الانتخابات بحد ذاتها، سواء كانت الانتخابات الجزئية أو الانتخابات العامة التي تمثل قمة هرم النظام السياسي في العراق بعد العام 2003. المستفيد الأكبر من الانتخابات والوضع العراقي الهش هي إيران. كان كثير من المراقبين يتصورون بأن إيران هي أداة لأمريكا في عملية تدمير العراق، ولكن بعد بروز المشروع الإيراني ظهر أن أمريكا هي أداة إيران. استطاعت إيران أن تحول أمريكا إلى أداة، وهي هنا أيضا تضحك على أمريكا بأنها ترعى ما وضعته أمريكا من خطط ما يسمى العملية السياسية. هذه العملية السياسية البائسة التي تتمسك بها أمريكا وتنفذها إيران وفق مواصفاتها، ولكن إيران هي المستفيد الأكبر في السيطرة على موارد العراق. وهو معلوم بأن أي خزينة عراقية تقر أو أي موازنة عراقية تقر سنويا فإيران تأخذ منها الخمس، وعندما تنتقل هذه الموازنة للتوزيع على المحافظات فلا يوجد محافظ يعين في محافظة عراقية، وأنا هنا أقصد في العراق الوسط والجنوب، إذا لم يأتي بموافقة إيرانية، وأتحمل مسؤولية هذا التصريح، إلا موافقة إيرانية. وهذه الأحزاب كلها تخضع لإيران، تخضع خضوع تام، وهي من تقدم كل وارداتها وأمورها إلى إيران، وتقدم أيضا كشف بالصرفيات. لذلك إيران هي
المسؤولة الأولى والأخيرة تحت أنظار الأمريكان عن ما يجري في العراق من عمليات نهب وفساد وسرقة. نعم، لذلك هي لن تسمح لأي شخص أن يرشح هو خارج إطار العمل الحزب التابع لها عبر هذه الأحزاب المسيطرة. لذلك من يدخل في هذه الانتخابات دون موافقة إيرانية سواء عبر ميليشياتها أو أحزابها تتم تصفيته لأنه لم يتم الموافقة عليه. لذلك إيران الآن تعتبر العراق أو إن أمريكا والدول الإقليمية المجاورة للعراق قد منحت العراق لإيران من أجل أن يكون الرئة التي تتنفس منه إيران تحت حصار كاذب على إيران لا يمكن أن يشكل 10% من الحصار الذي كان موضوع على العراق في التسعينات. لذلك إيران الآن تستخدم العراق، أولاً تستخدم موارده المالية في إدامة كل برامجها الصاروخية والنووية والميليشياوية وكل أذرعها المسلحة بالمنطقة، هي تستخدم هذا المال العام من أجل تمويل هذه الأذرع، وتمنع العراق من بروز أي صناعة فيه أو زراعة لتعتبره هو السوق الاستهلاك لبضائعها. لذلك هي تمنع بناء أي مصنع أو إعادة تشغيل أي مصنع استراتيجي أو حتى صغير يتعارض أو ينتج إنتاج يمكن هذا الإنتاج موجود في إيران. لذلك ضربوا حتى الثروة السمكية التي وصل العراق قبل سنوات إلى الاكتفاء الذاتي منها من أجل أن يبيعهم الأسماك أو ما يعملوه من بحيرات في مدنهم. إيران الآن هي المستفيد الأكبر وأمريكا تعلم بذلك، وهي من تشجع إيران على ذلك لأنها تسعى لأن تكون في خندقها في المنطقة. ولكن إيران حسب ما أرى بالرغم من سيطرتها على العراق بشكل مطلق وقوي لن تنسحب من ذاك الخندق مع روسيا أو الصين، ولكن أمريكا تتظاهر بأنها تسيطر على العراق حتى تحفظ ماء وجهها أمام العالم. أما أمريكا في حقيقة أمرها لا تملك من القرار العراقي أو القرار في العراق أقل من 15%. إيران هي من تسيطر الآن على الموارد العراقية حتى هذه الموازنة لمدة 3 سنوات هي من فرضتها على الحكومة لأنها بحاجة إلى الأموال، ولذلك الحكومة الآن تتذرع وتقول لا توجد أموال ولا توجد كذا، وإلى حد الآن لم توزع هذه وتقوم بأعمال للتغطية لأن موازنة 3 سنوات قد أخذت إيران منها خمسها لأنها بحاجة إلى المال لتنفيذ برامج وللوقوف مع أعمالها الشريرة في كل المنطقة. لذلك إيران الآن تسيطر وأمريكا تغطي على ذلك، وهناك مكاتب هذه الأمم المتحدة وهذه السفارة كلهم مرتشين ويغطون على عملية السيطرة الإيرانية على المال العراقي في وقت يتضور العراقي فيه جوعاً ولا يملك حتى قوت يومه، حتى مع سماع أن هناك راتب لشخص 1,000,000 دينار كن على ثقة أن هذا الراتب لن يكفيه أكثر من 10 أيام. فالوقود بأسعار 50 ضعف عما كانت عليه إن لم يكن 100 ضعف، بالإضافة إلى وقود التدفئة، بالإضافة إلى المواد الغذائية، بالإضافة إلى عدم وجود مجانية للتعليم، عدم وجود مجانية للعلاج، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النقل، كل ذلك أثر على حالة المواطن العراقي لصالح إيران التي تنهب وتسرق الموارد العراقية عبر ما يسمى هؤلاء مجلس المحافظة أو مجلس النواب. هؤلاء هم شهود الزور، وهؤلاء هم الذين يقومون بالتغطية وشرعنة السرقة بالنسبة لإيران التي تقدم أيضا الرشا إلى مسؤولين دوليين للتغطية على سرقاتها، ولكن أمريكا مصرة على استمرار هذه العملية السياسية البائسة التي تدمر العراق يوما بعد يوم.
في وعي كامل للشعب. للشعب العراقي يعي جيدا ما يجري على أرضه، وما يعيه أيضا ابن الجنوب واضح، لأن إيران التي تتحدث بنصرة المذهب ونصرة هذا كله أصبح مكشوف لأبناء شعبنا بكل أطيافهم، بأن لا نصرة للمذهب إلا نصرة لإيران ولبرامجها ولميليشياتها ولأهدافها ولمخططاتها في المنطقة بشكل عام وليس فقط على أرض العراق. نعم صديقي، يبقى معي لو سمحت أستاذ عبد الله، بالعودة إليك مرة أخرى. وزارة التخطيط في العراق عندما تتحدث عن وصول نسب الفقر في العراق إلى رقم أقرب من النصف، يعني أقرب للخمسين في المئة، يعني تتحدث عن أربعينيات، هذا الأمر ما مدى خطورته في ظل الانتخابات؟ انتخابات تجري منذ عام 2003 إلى الآن، تتوقع أستاذ عبد الله أن تستمر دوامة الفقر لتطحن الفقراء في العراق ولتزداد هذه النسبة مع وجود المحسوبية ومع وجود التحزب وإلى آخره ممن طرأ على العراق والعراقيين؟ أستاذ عبد الله، سنعاول الاتصال بأستاذ عبد الله مرة أخرى. أستاذ يحيى السنبل، بالعودة إليك مرة أخرى، بالتأكيد نتحدث عما سيؤول إليه الصراع على حلبة النفوذ، على حلبة المال العام. عاد إلينا أستاذ عبد الله سلمان، أستاذ يحيى. أستاذ عبد الله، من وجهة نظرك دوامة أو طاحونة الفقر التي تهدد المجتمع العراقي، سواء أيضا بالأمراض المجتمعية المستوردة إن صح التعبير، سواء بالمخدرات التي أدخلوها إلى المجتمع، سواء بالمحسوبية وكذلك العوامل السياسية، هل تعتقد أن هذه الأزمات سوف لن تفارق العراقيين ما دام هذا النظام موجودا، وإن كان هناك يعني ثورة عارمة حصلت في عام 2019؟ خطط للعراقيين هذا المصير على يد هؤلاء بالمحاصصة، بنظام المحاصصة، نظام المحاصصة وبالتالي. إذن هناك خلل باتصال مع الأستاذ عبد الله السلمان الكاتب والباحث السياسي. مشاهدينا الكرام، بطبيعة الحال الآن المواطن العراقي يتساءل ماذا قدم نظام المحاصصة للعراق والعراقيين؟ هل ستستمر دوامة الفقر، دوامة الفساد؟ لماذا دائما الطبقية متأصلة في المجتمع، سواء كانت متأصلة بسبب وجود الأحزاب والميليشيات التي جعلت من المحسوبية والتبعية لإيران هي رقم واحد، وجعلت من المواطن البسيط والمواطن الشريف، المواطن الذي يحب بلده، أنه مواطن مغلوب على أمره ولا يستطيع فعل شيء حتى في الثورة التي حصلت عام 2019؟ سمي أو وصف جميع من رفض نظام المحاصصة بأنهم بعثيون وبأنهم مسميات كثيرة، بأنهم مجرمون، بأنهم تابعون للسفارات وإلى آخره. هذا النظام الآن أصبح الند بالنسبة للشعب العراقي الذي يريد التغيير، ولكن المال السياسي يفعل فعلته في كل مرة، وتكون الكلمة للنفوذ الإيراني وللمال السياسي الذي يوظف في هذه الانتخابات. سوف نتوجه بالسؤال أستاذ يحيى السنبل بعد فاصل قصير، كونوا معنا لو سمحتم. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل، خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة.
وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نسلط الضوء في هذه الحلقة على حلبة الفاسدين والصراع على النفوذ بين الأحزاب داخل العراق فيما يسمى بالانتخابات أو انتخابات مجالس المحافظات وما يليها. قبل أن أتحول للأستاذ يحيى السنبل عاد إلينا الأستاذ عبد الله السلمان. أستاذ عبد الله تسمعوني الآن جيدا؟ نعم. طبعا بطبيعة الحال دوامة الفقر مستمرة بسبب وجود الفساد، ولكن العراقيون دائما ما يطمحون إلى التغيير. ترى هل ستتبلور هذه الانتخابات أو ما بعدها ونتيجة نفس الممارسات ونتيجة نفس الأساليب باستخدام المال العام وبتفريخ إن صح التعبير سياسيين بنفس المسميات وبنفس الصفات وبنفس الأخلاق؟ هل تتوقع أن يكون هناك ثورة على غرار ثورة تشرين عام 2019 لرفض هذه الإفرازات التي تنتج عنها الانتخابات؟ تأكيد، لأن ثورة تشرين هي وضعت البوصلة الجديدة للشعب العراقي، هو إزالة هذا النظام. وأول المطالب التي تم تحقيقها في بداية الانتفاضة هو إزالة مجالس المحافظات التي أعيدت نكاية، حقيقة أعيدت هذه الانتخابات نكاية بثوار تشرين، بمعنى أن أسس الثورة موجودة ومتأصلة عند الشعب العراقي الآن، لأنه بات متأكدا العراقيين أنه لا أمل لهم مع هذا النظام وهذه الحكومات المتعاقبة التي تتبع إلى إيران وأمريكا، وهي عميلة بدرجة أن تفضل كل مصالح الدول الأخرى على مصلحة العراق ومصلحة العراقيين. والوضع الاقتصادي المتردي نتيجة الفساد ووقوف الناس في طوابير الموت والفقر والعوز، هذه هي الانعكاسات التي حتما تولد ثورة. والثورة لا تأتي بشعارات وإنما باحتياجات الناس. نحن ننتظر سقف عالي من الانتفاضة، خصوصا المجاميع الصامتة وهم الموظفين الذي يشكلون من 7 إلى 8 مليون إنسان عراقي ممكن أن ينزل إلى الساحة ويغير الوضع. رغم كل أدوات القتل، يعني لا توجد حكومة في العالم تقتل الناس وتعتقلهم وتدعي أن هناك طرف ثالث، هذا شيء مخزي. يعني لاحظنا إحنا مثلا احتجاجات إيران أعلنت أنها اعتقلت وقتلت وعدمت لم تقل. نعم، شكرا لك أستاذ عبد الله، سأعود إليك مرة أخرى. ابقى معي لو سمحت. أستاذ يحيى السنبل، بالعودة إليكم مرة أخرى، النظام الدولي أو النظام يعني الولايات المتحدة الأمريكية عندما احتلت العراق وقدمت للعراقيين وللعالم نموذجا ديمقراطيا، هذا النموذج الديمقراطي يعتمد على الانتخابات لإعادة تدوير نفس النماذج العادلة التي تحقق العدالة للشعب العراقي وتحقق الرفاهية وتحقق المساواة. هل يا ترى النظام المجتمع الدولي القانون الدولي الذي يرى ما يجري في العراق من تغييب قسري وعمليات تغيير ديموغرافي وصفقات تسمى بصفقات صفقات القرن، اللي هي صفقات كلها سرقة، تهريب العملة، تهريب الدولار إلى خارج العراق، ما يجري من عمليات يعني تثبيت نفوذ عن طريق الاستيلاء على ممتلكات الدولة وتوزيعها على المواطنين،
أو توزيعها على منتسبي الميليشيات بغير وجه حق، الاستيلاء على ممتلكات المسيحيين في نينوى، الاستيلاء على ممتلكات العراقيين في الجادرية في بغداد، كل هذه ممارسات حصلت في ظل نظام المحاصصة الطائفي. هل تعتقد أن الولايات المتحدة راضية عن النظام الديمقراطي الذي قدمته للعالم وقدمته للعراقيين؟ بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، كما معلوم لحضرتك وللشعب ولكل المراقبين للمشهد العراقي، إنها كذبت على العالم بوجود أسلحة دمار شامل، وإنها جاءت لتخليص العالم من هذه الأسلحة، ولكن ظهر كذب هذه الحجج وعدم وجودها، لذلك لجأت إلى كذبة أخرى بأنها تسعى لإقامة نظام ديمقراطي نموذج في العالم، ولكن أو في المنطقة، سيكون نموذج للمنطقة، ولكن لا يوجد أسس وضعتها أمريكا لبناء هذا النظام، فهي عملت على إقامة نظام طائفي عنصري. هذا النظام الطائفي يعمل باسم الديانة أو الطائفة، ولا يقبل بمشاركة أي جهة أخرى، لذلك عمدت أمريكا ودول عربية معها على توريط أيضا المجتمعات العراقية الأخرى أو المكونات الأخرى على الدخول في هذه العملية السياسية من أجل إنضاجها ومن أجل تحويلها، ولكن كل هذا كذب، لأن أمريكا وحلفائها قد اتفقوا مع إيران على السيطرة الإيرانية عبر أحزابها وميليشياتها، لذلك لا يوجد نظام ديمقراطي لدينا في العراق. يعني الآن لا يمكن أن يبرز حركة أو حزب أو تجمع وطني، لأن الأحزاب أو الدكاكين الحزبية الموجودة الآن تملك ميليشيات وتملك المال وتملك السلطة، لذلك لا يمكن أن يظهر إنسان غير مسلح على الساحة يمكن أن يغير من التوجهات، وهذه أمريكا هي التي تخدع به العراقيين وتخدع به العالم، لذلك أصبحت أمريكا ملامة الآن في كل دول العالم، ويعيرونها بما قامت به في العراق من فوضى، ومن قامت به من خداع وتضليل للرأي العام العالمي والمحلي، وحتى للرأي العام الأمريكي، بأنها ذهبت لتخليص العالم من أسلحة الدمار الشامل، وأنها جاءت على كذا، ولكن عندما وصلت إلى هنا ظهر إنها هي اعترفت إنها تقارير كاذبة واعتمدت على تقارير كاذبة، ولكن مع ذلك عندما واجهت مقاومة وطنية حقيقية وأرغمتها على الهزيمة، وهزيمتها الكبرى التي ألبستها ثوب العار في معركة الفلوجة الأولى، جعلتها تتمسك بإيران من أجل تدمير العراق ومن أجل تدمير المجتمع العراقي الذي وصل فيه درجة الفقر الآن إلى أكثر من 45% ولربما يزيد، وأصبح كثير من العوائل العراقية مع الأسف إنها تخرج إلى مكبات القمامة من أجل أن تعثر على قطعة خبز لأبنائها، وهناك الكثير منهم من لم يستطع حتى أن يكمل دراسته، تركوا الأمية، عادت بعد إن كانت بنسبة لا وجود لها في العراق، وصلت إلى صفر في المياه أو انتهت بشكل نهائي، الآن عادت الأمية في العراق إلى 50%، وكثير من العراقيين يموتون وهم غير قادرين على علاجهم أو على أخذ العلاج من المستشفيات الأهلية. هذه هي ديمقراطية أمريكا، ديمقراطية القتل، ديمقراطية النهب، ديمقراطية إنها إيران أن تعطيها حصتها من نفط العراق، مما تسرقه من موارد العراق، هذه هي أمريكا وهذه هي حقيقتها وهذا هو انكشافها، وأصبح المشروع الإيراني هو المشروع الذي يجري بمباركة أمريكية لتدمير المنطقة كلها وليس فقط في العراق، لذلك هذا الخطر الإيراني الآن يمتد إلى جهات أخرى، وجعل من العراق منطلقا لإرهاب سواء العالم أو الإقليم في المنطقة، لذلك هذا النموذج
البائس الذي وضعته أمريكا هو نظام لا وجود له. يعني أنت عندما تتحدث عن الديمقراطية ترى الانتخابات الأولى تسمى القائمة المغلقة، أن يؤتى بشخص ابن مدينة أو محافظة له شعبية ووطنية ويقرأ برأسه ليل نهار تعال رشح وإحنا راح نخليك رقم 15، بينما رقم واحد هو أحد الجواسيس الذين جاءوا مع أمريكا ولا يستطيع أن يصل إلى 5 أشخاص من الذين ينتخبوه، فيستغل الرقم الذي أخذه رقم 13 في سبيل يفوز هو في مجلس النواب أو في مجلس المحافظة. هكذا خدعت أمريكا العالم وخدعت العراقيين في الانتخابات الأولى، ثم جاءت بالانتخابات الثانية وفق قوانين كلها من أجل أن تدور نفس هذه الوجوه الجاسوسية واللصوصية للتحكم بالمقدرات العراقية. نعم، ومع خسارة أمريكا للعراق اليوم إلا أنها مصرة على استمرار هذه العملية البائسة التي دمرت العراقيين ودمرت المنطقة، وما زال العراق مع الأسف في انحدار ومن سيء إلى أسوأ بسبب السيطرة الميليشياوية والإيرانية ونهب المال العام. لذلك لن تجد فيه إلا مؤسسات متهالكة قد بنيت منذ الثمانينات، وإلى مع توسع المجتمع العراقي ومع تعداد سكانه ومع توسع مدنه، إلا أنه لم يتم التغطية لهذه المدن من حيث المدارس. من نعم أستاذ يحيى، المياه الصالحة للشرب مثل الكهرباء مثل المستوصفات لم يستطيعوا تغطيتها لأنهم أشخاص قد جاءت بهم أمريكا من أجل سرقة المال العام ومن أجل نهبه. وإذا رأيت هناك أي بناء فتقوم به منظمات أو سفارات عالمية، مع الأسف إنها تتبرع للعراق الذي كان يتبرع لكل دول العالم. نعم أستاذ يحيى، ابقى معي لو سمحت. أستاذ عبد الله، بالعودة إليك مرة أخرى، أصبح طموح الشاب العراقي الهجرة خارج العراق أو الهروب من واقع العراق. أستاذ عبد الله، يعني الآن هذا يترجم رفض الشباب العراقي، رفض المواطنين العراقيين للعملية السياسية الذي ترجم فعلا من قبله ومنذ عام 2018 بالصوت والصورة وبالدليل برفضهم للانتخابات قلبا وقالبا. تكرر هذا الأمر، وحتى الآن صحفيون، ناشطون، مواطنون في الشارع العراقي يتحدثون عن أن الانتخابات ما هي إلا دعايات وما هي إلا توظيف للمال السياسي وللمال العام لإنتاج نفس الوجوه. الآن ونحن خلال هذه المرحلة، هل أصبح من الواضح أن المواطن العراقي يرفض العملية السياسية قلبا وقالبا بناء على رفضه للانتخابات وبناء على رفضه للوجوه، وجوه السياسيين وأساليب السياسيين ونهبهم للمال العام وأجواء الظلم التي يعيش فيها المواطن العراقي؟ مطالب الشعب العراقي مطالب جدا بسيطة وإنسانية، ويتعين على أي حكومة وأبسط حكومة تلبيتها هي الأمان، الصحة، الغذاء. لما المواطن العراقي يصل إلى حد أن يهاجر بلده، بمعنى أنه هناك قوة تجبره على المغادرة، إما أن تعيش ضعيفا هزيلا محتاجا إلى الصحة، محتاج إلى التعليم، محتاج إلى الأكل، محتاج إلى كل شيء، أو نقتلك. هذه هي المعادلة اللي تضعها الميليشيات أمام المواطن العراقي. إما تسير مثل ما نريد ومثل ما تريد إيران وتحقق ما نريد نحن وما تريد إيران، فأنت ممكن أن تعيش على الكفاف الذي نحدده لك. هذه هي المعادلة اللي تضعها الميليشيات والقوى الإيرانية، ويرون بأعينهم كيف يعني تنهب الأموال بالمحاصصة ما بين الكتل جميعها. اليوم غصة الشعب أهل البصرة أنه تأخذ أموالهم وتذهب إلى الإقليم بدون أي وجه حق. هذه هي المشكلة. المعادلة صعبة أمام العراقيين، يا إما الحياة
يا إما الهجرة. واليوم ونحن نتلمس أنه ظروف الهجرة لم تعد كالسابق. اليوم المجتمع العالمي أو المجتمع الدولي يعاني من مشكلة استقبال أي مواطن آخر يضيف إلى أزماتهم أزمات أخرى. فالمشكلة الوحيدة يعني أو الحل الوحيد للعراقيين هو أن الوقوف باتجاه هذا النظام. هذا النظام يجب أن يلغى، يجب أن يقوم العراقيين بالثورة الشاملة. هو يختار أساليبها ويختار توقيتها ويختار كل وفق إمكانياته وفق المعادلة وموازنة القوى ما بين الشعب وما بين القوى الحاكمة. فالشعب العراقي أكيد يعاني الكثير الكثير من وجود هؤلاء. يعني اليوم يعتبرون كل من يرشح هو حرامي وسارق وقاتل. فإذا والحقيقة الانتخابات هذه بها فقط فائدة واحدة للعراقيين. اليوم كشفت زيف الكثير الكثير من الذين يدعون ويصرخون بالوطنية ومعاداة النظام السياسي، وبالتالي ما تشوفه إلا هو ماخذ للتسلسل بالانتخابات. هذا يلهث إلى سرقة. هذه الانتخابات فقط لها فائدة أنه كشفت المتزيفين والذين يقف رجل هنا ورجل هناك. وقت ما أنه يعني أنت لما كنت معارض، لما كنت ساكت بمعنى أنت كنت مستفيد. لما ألغيت الاستفادة، هذا عراقيين طبعا فهمهم لهذه المسألة، لما كنت ساكت بمعنى أنت كنت مستفيد، لما راحت الاستفادة أنت أصبحت معارض وتصدر بيانات وتطلع مظاهرات، وبالتالي أول انتخابات أنت تشوف نفسك متصدر. ولما تنتهي النتائج وإن لم يجد مقعده فيرجع إلى مقعد المعارضة. هذه هي المشكلة في العراق حقيقة، واختلاف التوازن القوى ما بين الشعب وما بين الميليشيات التي. شكرا جزيلا استاذ عبد الله سلمان. استاذ يحيى سنبل في دقيقة واحدة لو سمحت، الآن ماذا أمام المواطن العراقي مع وجود أداة من أدوات نظام المحاصصة الطائفي في العراق، أداة فاعلة يستفيد منها وعن طريقها لتثبيت أركانه وهي الانتخابات وإن بشكل صوري، ماذا على المواطن الآن أن يفعل؟ حقيقة إن الانتخابات طوال 20 عام لم تقدم أي شيء بالنسبة للعراقيين، لذلك المقاطعة هي واجبة بهذا الشأن، ويجب تعرية هذا النظام الفاسد أمام العالم بشكل كبير. ولا أستبعد أن تعود التظاهرات مثل ما كانت في تشرين، ولكن بأسلوب آخر، لأن هؤلاء الميليشياويين وهؤلاء القتلة لا يمكن إلا مواجهتهم بشكل كامل وصريح، ولا بد أن يدفع الشعب حقيقة دماء زكية وطاهرة من أجل إثبات حقوقه أمام هذا الغول الكبير من الفاسدين والجواسيس التي جاءت بهم إيران وثبتتهم. لذلك لا نرى هناك أي أمل في الأفق من أجل التغيير بالوضع العراقي، وهذا ما يلمسه العراقيين بشكل كامل إذا ما استمرت على هذا النهج من عملية لتصفية أصول الدولة العراقية وسرقتها ونهب المال العام. وإن كان ما بني على الباطل فهو باطل، وستعود كل ذلك فور انتهاء هذه الطغمة الجاسوسية الفاسدة، ليعود العراق إن شاء الله كما كان بيد أهله وبيد المخلصين من أبنائه من أجل بنائه، وأن يأخذ دوره الحقيقي بين الأمم إقليميا ودوليا، والله هو المستعان. شكرا جزيلا. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيوفي الكرام عبر سكايب، الأستاذ يحيى السنبل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، والأستاذ عبد الله السلمان كاتب والباحث السياسي. نشكر لكم مشاهدينا الكرام طيب المتابعة، وإلى اللقاء.